بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحمد حقا إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم. فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرف وعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تهدي قائلها إلى الطريق الأقوم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، حياكم الله جميعا وأحياكم، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وبادئ ذي بدء نتقدم بالشكر إلى شيخنا وحبيبنا الشيخ العربي حفظه الله على أن أحسن الظن بنا ودعانا إلى مسجده لنلقي فيه هذه الكلمات. وكما أتقدم بالشكر إلى جميع إخوان الحاضرين، فأقول لهم عسى الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذين قيل لهم قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأفاضل، كلامنا في هذه المحاضرة هو عن أمر ربما نقول أنه حديث الساعة اليوم، ولكن أنا أردت أن أتطرق إلى هذا الموضوع من جانب آخر. هذا الموضوع وهذا حديث الساعة وما يعرف وما يحدث لإخواننا في أرض فلسطين وفي أرض غزة، وهذا حديث العام والخاص. لكن أيها الأفاضل، هناك بعض الجوانب التي علمنا إياها رب العالمين وأرشدنا إليها النبي الأمين، قلما تطرق إليها الناس. أولا، هناك سؤال يتبادر إلى ذهن كثير من الناس: لماذا يفعل بإخواننا في غزة ما يفعل؟ أليس هم من المسلمين؟ أليس نحن أمة الإسلام، أمة الحق؟ أليس نبينا نبي حق عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يفعل بنا هذا الأمر؟ هذا السؤال أيها الأفاضل كان قد طرحه الصحابة رضي الله عنهم عن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه وإمام أحمد وغيرهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في ظل الكعبة راقد. هذه في الأيام الأولى للبعثة، يعني كان المسلمون مضطهدين اضطهادا عجيبا من قريش. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني النصر. فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: إنه كان من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويمشط بأمشاط من حديد حتى يؤخذ ما بين لحمه وعظمه ولا يرده ذلك عن دينه. فغضب عليه الصلاة والسلام: لما تستعجلون؟ وهذا أمر من رب العالمين. لهذا نعلم أيها الأفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي وغيره من حديث أبي موسى الأشعري، اسمع من هذا الحديث، قال: نحن أمة مرحومة، ليس علينا عذاب في الآخرة، قال: إنما عذابنا في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. هذه الأمة كتب الله عليها الفتن والزلازل والقتل في الدنيا لأنها أمة مرحومة في الآخرة، لا عذاب عليها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا ما نراه اليوم يفعل بنا وبإخواننا هو نصيبنا من العذاب في الدنيا، لأن الكافر
في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. أما نحن قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم قد يموت المسلم وهو عاصم، قد يعذب في نار جهنم، لكن يأتي اليوم الذي يخرج منها. أما الكافر فهو خالد مخلد. لهذا قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا هذه الأمنية للكفار يوم القيامة، يتمنون أقل قال لو كانوا مسلمين، لو شهدوا أن لا إله إلا الله، لما يروا من كرامة الله لأهل الإسلام حتى العصاة منهم من رحمة الله، أنه يأتي اليوم الذي يخرجهم من نار جهنم. إذن عذابنا في الدنيا نحن، وليس علينا عذاب في الآخرة. إذن ما يفعل بنا هذا أمر هي سنة الله في الكون، لكن لابد أن ننظر من هذا المنظار بمنظار إيماني يا إخوان. وقدوتنا شكون؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده. شوف في غزوة بدر، غزوة بدر هي أول غزوة في الإسلام، سماها الله في القرآن بيوم الفرقان. أفضل وأعظم الصحابة عند ربنا الرحمن هم الصحابة الذين شهدوا بدرا، أعظم صحابة لعظم بدر. بل إن أعظم الملائكة عند الله هم الملائكة الذين شهدوا بدرا، لما كانت بدر يا إخوان التي سماها الله بيوم الفرقان. بدر معلوم كيفاش كانت بدر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى قتال، خرج ليعترض عير قريش بقيادة أبي سفيان. عير قريش قافلة جاية من الشام، خرجوا كما نقولوا حنايا يعترضون باش لكي يأخذوا أموالهم، داو لهم أموالهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة، خرجوا ليستردوا أموالهم. فتفطن أبو سفيان وكان داهيا، فغير الاتجاه فلم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة لم يصلوا إلى القافلة، نجا أبو سفيان بالقافلة خلاص. وخرج الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالخروج، خيرهم من أراد الخروج خرج ومن أراد البقاء في المدينة بقي. المهم لكن قريش لما سمعت بخروج النبي عليه الصلاة والسلام خرجت بألف رجل أو يزيد، يعني بجيش ثلث أضعاف المسلمين، جيش المسلمين كان 319، خرجوا لاعتراض العير. خلاص خرجت قريش. الآن فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الحرب، لم يخرج لقتال لكن فرضت عليه. ويقول لك في الشدائد يظهر معدن الرجال، صح في الشدائد يظهر معدن الرجال، لأنه كي تكون الدعوة هانية والحمد لله في أمن وأمان وسلم وسلام ورحمة واطمئنان كل الناس عادي يقول لك أنا هنا، لكن أيام الشدة والخوف والضيق هذا ميزان، هذا الوقت يسمى بميزان الرجال. خلاص الآن جيش المشركين ثلاث أضعاف، النبي عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة في القتال، ما خرجوش لقتال. فلما شاور تكلم المهاجرون، والمهاجرون يا إخوان يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفهم جيدا، ولد معهم كبر معهم عاش معهم كلش أهل مكة. فتكلم أبو بكر وعمر وقالوا امضي يا رسول الله للقتال. ثم تكلم المقداد ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب فقاتل إنا معك مقاتلون. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بكلامهم، لكن هو ما كانش حاب يسمع كلام المهاجرين ويعرفهم، كان يريد أن يسمع كلام الأنصار. هنا تكلم سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه سعد بن معاذ. شوف سعد بن معاذ احنا اليوم شبابنا أبناؤنا حتى احنا رجال كامل والله نحتاج إلى أن نسمع مثل سيار هؤلاء الرجال. سعد بن معاذ أمة يا إخوان، أمة وحده أمة، وكان من شباب الصحابة. سعد بن معاذ يسمى بصديق الأنصار، كان الصديق الأكبر أبو بكر، هناك صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. سنقف ترجمة صغيرة لسعد بن معاذ كي تدرك
الشدائد تخرج الرجال. احنا رانا في زمن فتنة الآن وشدائد فيها يعرف الرجال يا اخي. نحن صح نبكي على اهل غزة اللي يوقعوا الشهداء، ما نبكي على روحنا، نبكي على انفسنا اكثر مما نبكي عليهم، لانهم اناس اصطفاهم الله، اختارهم الله لذلك الامر. الدنيا فانية مهما طالت فهي فانية. نبكي نحن اليوم، غدا ماذا سنقول لله اذا وقفنا بين يدي الله؟ المهم تكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه من الانصار، قال له يا رسول الله كانك تريد ان تسمع رايانا. فقال نعم يا سعد. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام آمنا بك وصدقناك وأعطيناك أموالنا، والله يا رسول الله لو خدت بنا البحر لخضناه معك، امضي لما أمرك الله، إننا قوم صبر عند اللقاء صدق في الأمانة. راك معايا رجال يا رسول الله، أول امتحان الأنصار، امضي لما أمرك الله يا رسول الله، والله لو خدت بنا البحر لخضناه معك. هنا انشرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عرف صاحب الأنصار تاع الرجال ماشي مجرد شعارات. وشكون اللي قال هذا الكلام؟ سعد بن معاذ يا اخوان. احنا نتكلموا على الكلام باش نقول لكم وهذه بشرى، والله النصر سيأتي، لأنه وعد رباني أنه سينصر أهل الحق. كيف له وقالت هو الذي قال سبحان الله وما النصر إلا من عند الله، وعد. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صح أيام صعبة لكن العبرة بالعاقبة والمآل والنهاية، والعاقبة للمتقين. النصر سيأتي بإذن الله تعالى، عاجلا غير آجلا، عاجلا وش فهم لحد الكلام، عاجلا غير آجل. وينصر الله هذه الأمة بعز عزيز أو بذل ذلك، لكن لابد نحن أن نتعلم كمسلمين أن ننظر إلى هذه الفتن من منظار الشرع. خلاص عينا دوك نسمعوا غير وسائل الإعلام، واحد يكذب واحد يزيد، خاطش حنا كلش نديو وسائل، خلاص علاش ما نتعلموش؟ معليش نديو وسائل الإعلام ما كاينش مشكل، لكن نتعلم نربي أنفسنا، وهذه عقيدة، أننا نستقي الأخبار من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة الأخبار والأحداث التي تتعلق بمسائل العقيدة. لأن اليوم شئنا ما بينا حبينا ولا كرهنا، حربنا مع اليهود مش حرب تاع أرض ولا، هي حرب عقيدة، حرب دين يا إخوان. فرق بين أنا دوك نازعك بيناتنا دراهم ولا ما نتفاهمش معك، خلاص أمر تاع دنيا. لكن فرق بين أني أنازعك من أجل مسألة عقيدة، مسألة دين، الأمر يختلف. هنا تولي أمر مسألة إيمان، حب في الله وبغض في الله. سعد بن معاذ يا إخوان، شوف الناس رجال معادن. هذا سعد الذي قال والله لو خدت بنا البحر لخضناه معك يا رسول الله، امضي لما أمرك الله. عبك سعد هذا كيف أسلم؟ سعد بن معاذ أسلم على يد فتى ومن أجمل وأرقى فتيان مكة، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، أول سافر في الإسلام. مصعب بن عمير هذا كان من أنعم فتيان مكة، كان العطر اللي يديره مصعب بن عمير ما كانش في مكة، كيمر قال يأتي المار من بعده من ورائه بساعة ساعة، يشم العطر الذي يتركه مصعب بن عمير فيقول مر من هذا الطريق مصعب بن عمير، كان يعيش طرف. لما جاء الإسلام أسلم، فهجرته أمه ونزعته له كل المال، فصار لا يجد نعلا يمشي فيه ولا سباط ما عندوش لله، لأنه تبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة. المهم هو أول سافر في الإسلام، أول من بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. المهم كيوصل مصعب بن عمير المدينة، التقى بمن؟ بسعد بن معاذ. سعد بن معاذ قبيلته بنو عبد الأشهل. المهم مصعب بن عمير واش راح يدير؟ راح يدعو الى الاسلام في مكه، في المدينه قبل الهجره. فسمع به سعد فجاء اليه فقال له يا مصعب اما ان تكف عن سب الهتنا وتسفيه ديننا وتضييع ابنائنا، اما ان تكف عن هذا والا فاعتبر نفسك مقتولا. قلت لك
جيت تدعي في الدين الجديد في المدينة. فقال له مصعب بن عمير: يا سعد بن معاذ، أو تجلس فتسمع؟ فإن قبلت أمرنا لك ذلك، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. ولا ما حبيتوش معليش، اسمع برك. وكان سعد محتف الجاهلية، وكان رجلا لبيبا عاقلا، فقال: لقد أنصفت. فجلس، فجعل مصعب بن عمير يحدثه عن الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فتهلل وجه سعد بن معاذ، فقال له: يا مصعب، كيف تفعلون إن أردتم الدخول في هذا الدين؟ جاء ليقتله والآن يريد أن ينهل مما نهلنا. فقال له مصعب بن عمير، فقال له: قم واغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تكون منا. فقام واغتسل وشهد الشهادتين وصار من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الآن ما توقفش، أنا شو السر؟ مش أقول لك المعادن، الشدائد تخرج لك وتبين لك معدن الرجال. فهذاك اليوم، هذاك اليوم خرج سعد بن معاذ إلى قبيلته بني عبد الأشهب، فنادى فيهم جميعا: يا بني عبد الأشهب، رجالكم ونساؤكم، كباركم وصغاركم، نساؤكم ورجالكم، جميعا اجتمعوا. قال: كيف تعلمون أمري فيكم؟ تعرفوا عليا؟ قالوا: نسيدنا وأفضلنا رأيا. تسيدنا وأفضلنا رأيا. قال: فإن كلامكم علي حرام. مش كلموني. فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنني على دين الإسلام. يقول راوي: لم يمسي في ذلك المساء أحد من بني عبد الأشهل إلا وهو على الإسلام. قبيلة كلها أسلمت بسبب سعد بن معاذ. ناس تغلغل حب الإسلام في قلوبهم فضربوا أروع الأمثال يا إخوان. بهذا الرجال نصر الله الإسلام. ما تقولش جانا هكذاك فقط، احنا صح ورثناه، بصح هما ما ورثوهش، هما اكتسبوه. الشاهد ايها الافاضل، في غزوه بدر هو اللي قال له هذا الكلام، عباك سعد بن معاذ هذا. يعني اصلا الترجمه تاعو لازمها محاضره. عباك يوم مات يا اخوان. يوم مات رضي الله عنه السنه الخامسه بعد غزوه الاحزاب، اصيب بسهم ثم زاد عليه الحال حتى مات. لما مات حمل الصحابة جنازته فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما حملنا جنازة أخف علينا في حياتنا من جنازة سعد بن معاذ. فقال: لقد سبقكم إلى حمله الملائكة. مشيتوا كرة دينه. لقد نزل، واسمع اسمع، لقد نزل اليوم في جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم قط، عمرهم ما نزلوا الأرض. أول ما نزلوا، نزلوا في جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فحملوا جنازته 70,000 ملك، ربما ملك واحد لو أمره الله أن يقلب السماء على الأرض لفعل. 70,000 ملك كلهم شهدوا من هو، من هو سعد. بل نزيد لك، قال عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن اهتز غد لما مات سعد بن معاذ. عرش الرحمن هو أعظم مخلوقات الله، الله عز وجل لم يخلق خلقا أعظم عنده من عرش الرحمن. وعرش الرحمن كما ذكرنا يحمله 8 من الملائكة، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث جابر، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش. واحد واحد كان 8 يوم يحمل العرش، شوف عظمة. قال: بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذا هو العاتق الكتف، مسيرة 700 سنة، ملك واحد. فكيف بالذي خلق هذا الملك؟ فكيف بالعرش هذا الذي اهتز لموت سعد بن معاذ؟ شفت الشدائد؟ هذا كاع جبنا علاش؟ لان معاذ سعد رضي الله عنه كان موقفا عظيما جدا يوم بدر.
قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، والله لو خدت من البحر لخدناه، لكن الآن في جنة عرضها السماوات والأرض. مرة أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام حلة، حلة أهداها إليه المقوقس عظيم القبط، أهدى له حلة حارير، فتعجب الصحابة من حسنها وجمالها فجعلوا يلمسونها، فقال عليه الصلاة والسلام أتتعجبون منها؟ عجبتكم، والذي لا إله غيره لمناديل سعد بن معاذ. منديل، منديل، منديل يستعمل في شيء حقير الأصل. قال لمناديل، مناديل، مناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. قالوا في نعيم لا يعلمه إلا الله، قيمة الرجل الذي يعرف نفسه وتجده في الشدائد. هكذا إخواننا يا إخوان، النصر من عند الله. والعاقبة وش كانت؟ نصر الله عز وجل في بدر المسلمين نصرا مؤزرا مع قلتهم وضعفهم، ولم يخرجوا لقتال. سبحان الله، هناك أمور كثيرة تتشابه ما يقع اليوم لإخواننا في غزة مع غزوة بدر. زد هذه المحن التي تعيشها الأمة مرة بعد مرة تحتاج إلى ناس، الله يرحمه، ناس صادقين فيما عند الله. أباك إحنا على لوكا قعنا نعرفون إحنا أيين هذه الحياة تاع الشعارات، قتلونا، تنديدات، بدي يجي يقول لك مظاهرات. الأمة لا تنصر بمثل هذا، تنصر بكتاب الله وسنة رسول الله وحده، ومن بعد العمل بما فيهم. يوم بدر، يوم بدر نربط بدر بغزة، هذه أنه هذا الأمر، فهم فهم الأحداث اليوم بمنظار الشرع من أسباب النصر. الصحابة يوم بدر كان صحابي شفعوا عليه ملاح، الأولاني سعد بن معاذ خلاص، الثاني سواد ابن غزية رضي الله عنه وأرضاه. هذا سواد لما خلاص صف النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في بدر، دارهم صفوف كصفوف الصلاة، فكان سواد مستنتلا في الصف، مستنتلا يعني خارج شوية الصف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصف بقدح، عصا صغيرة يسوي بها الصفوف. فلما وصل إلى سواد وكان مستنتلا خارج الصف شوية، ضربه في بطنه دبلاق، قال استوي يا سواد، استوي سكمراح، استوي يا سواد. فقال سواد أوجعتني يا رسول الله، والله عز وجل بعثك بالحق والعدل، أقدني يا رسول الله، أقدني يعني نخلف، كيما وجعتني عم نخلف لك. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه وقال استقد يا سواد، أخف. فانكب سواد على بطن النبي عليه الصلاة والسلام يقبله، فقال له عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما فعلت يا سواد، علاش درتها؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه قد حضر ما حضر، أرض الجهاد، القتال، الدماء، إنه قد حضر ما حضر، وإني أتمنى أن يكون آخر شيء يلمس جلدي وجلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم ودعا له بخير. اش الرجال الذين حمل على اكتافهم الاسلام يا اخوان؟ اذا خرج حنا اليوم عاش قلت كي بدينا قلت حنا اللي نغيبوا. الناس اللي راهم تما اليوم مثلا في غزه ويجاهدون في سبيل الله، والله ربي اختارهم، خاطر بالك وكان كنت انا ولا انت قلع. توفيق من الله، توفيق من الله عز وجل. كما وفق هؤلاء الرجال في غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل من العجيب يوم بدر، خاطرش اليوم حنا بالك كلكم شاهد كما شاهد العالم، تشوف شباب الآن في غزة في مقتبل العمر يقاتلون اليهود، شباب 22 سنة يا إخوان، 23 سنة، حنا اليوم 22 سنة 23 سنة، يؤمل يقول لك إن شاء الله نكبر ندير دراهم نتزوج، وحق له، بصح هو ماهوش يخمم هذا 22 سنة هذا، كنت أنا ماشي كيف كيف، كل واحد هذا اصطفاء من الله، توفيق من الله، هذاك ويخمم انه يقتل في سبيل الله باش توصل انت واحد بدبابه وانت بسلاح فقط تقاتله من مسافه الصفر، لست فاعل، فما راكش خارج باش تنوي تعيش، وهذا توفيق من الله يا اخوان. شوفوا الله ما راهيش طاره، ما راهو ذكاء، انه توفيق.
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احنا علينا هذا الرجال ان ندعو له وان نؤيدهم بكل ما استطاع. كما وفق هذا الشباب اللي نشوفوهم، وفق هؤلاء الشباب الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع أخبارهم بأسانيد صحيحة. روى البخاري، اسمع، عن عمير، هذا الرجل شفع عليه ملاح، الشاب عمير بن الحمام رضي الله عنه وارضاه، قال لما كان النبي عليه الصلاة والسلام، غير كمل مع ساواد، صارت القصة هذه، واستوت الصفوف في بدر، جعل يرغبهم في الجهاد في سبيل الله ويذكرهم بمكانة الشهيد ومن بدل دمه لله. ومن بعد واش قال لهم في الاخر؟ قال سابقوا وبادروا وسارعوا الى جنه عرضها السماوات والارض، جنه عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن الحمام بخن بخن، وهذا اسلوب عربي كانت تستعمله العرب كي تعجبها حاجه ولا كيما احنا نقول ماما هذاك، احنا هما بخن بخن. فقال باخ باخ يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال نعم. فكانت في يده تمارة عمر بن الحمام فألقاها كلهاش، وقال والله إنها لحياة طويلة لو عشت أنا حتى أكل هذه التمارة، كون باش نعيش باش نكملها رحلة طويلة. قال فانغمس في العدو فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قد أنت تقول توفيق من الله، هذا إلى ما خرجش كاع مش راه نسمعو، اسمع بلي أنه كي تشوف رجال مثل هؤلاء أعرف أنه توفيق من الله. كان بينهم وبين الله شيء لا يعلمه إلا الله فأكرمهم بهذه الكرامة، لأنه احنا واش نشوفوا؟ صح نشوفوا دماء يقتلون تتمزق قلوبنا، لكن اسمع، قال عليه الصلاة والسلام عن الشاهد كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في الصحيحين قال: إن الشهيد يكرمه الله عند الموت بكرامات لا يعطيها لغيره، هذا كريمه ذاك الوقت. أولا قال: لا يحس من ألم القتل إلا كمثل القرصة، شفت واحد يقرصك هذاك واش يحس؟ بالك ما ضربوه قطعوه كامل. قال: لا يشعر في من الموت الا مثل القرصة. وعبك ايها الافاضل، السكرات، السكرات اسال الله عز وجل ان يخففها عنا. شوف السكرات مهما كنت ستشعر بها وتتالم لاجلها. والدليل خير خلق الله رسول الله عليه الصلاه والسلام تالم للسكرات. تقول عائشه كان كي كان السكرات كان على حجرها، كانت تقول كان يضع يده في ركوة، ركوة إناء فيه الماء، في ركوة ويمسح جبينه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت سكرات، قاعد يقولها، يقول احتقى لا إله إلا الله ومات عليه الصلاة والسلام. إذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام عانى من السكرات فكيف نحن يا أخوة؟ نسأل الله السلامة وأن يخفف عنا يا أخوة. يروي الحسن البصري رحمه الله قال: رؤي أحد الصالحين بعد موته، أحد الصالحين مات فرآه بعضهم في المنام، رؤي بعد موته فقيل له: يا فلان كيف كانت السكرات؟ أكملت أنت؟ فقال له: أواه أواه، والله كأني كنت أتنفس من ثقب إبرة. شغل كنت تنفس من برا هكذاك، ومع ذلك الله عز وجل يخففها عنا بفضله وكرامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا نزل، فإذا نزل ملك الموت، فإذا انتزع روح المؤمن قال: تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء. كما تكون عم عمر الإناء وتفرغ من رحمة الله تحصلها بصح تجوزها. وأما الكافر أو المنافق قال: فروحه تنزع كمثل سفود، السفود عبك حديدة في حديد خارجة، أدخل في صوف مبلول، دخلته في صوف مشمخ السفود وروح تشوف خرجه الماء ما يخرج إلا بصعوبة. قال: كذلك تخرج روح الكافر أو المنافق.
وبكل المشكله احنا كهذه الامور ايها الافاضل مش رانا نسمعوا كاع نعيشوها خاطرش كامل نموتوا كاع نعيشوها لان كلنا سنموت. المهم فالشهيد قال لا يشعر من الموت الا كالقرصه يقرصها احدكم، وقال عليه الصلاه والسلام يغفر له مع اول قطره دم تسل من جسده ويشفع في 70 من اهل بيته وفي الجنه. علاش قال ربي سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم؟ قال عليه الصلاه والسلام روح الشهداء يعني ارواحهم في حواصل طير في الجنه، داخل الجواف تاع الطيور في الجنه، تصرح بهم في انهار الجنه حتى تقوم ساعه، حتى تقوم ساعه يؤتى بهم. قال فيسالهم الله عز وجل هل رضيتم؟ هل تريدون؟ فيقولون يا رب. هذا دوك قبل تقوم ساعه، هذا الذي يستشهد الان. فيسالهم ربهم سبحانه هل رضيتم؟ هل ازيدكم؟ هل اعطيكم؟ فيقولون يا رب لقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. فيلح رب العالمين عليهم فيقولون له يا رب عندما لا يجدون ما يطلبون، عندهم كل شيء. يا رب ارجعنا الى الدنيا لنقتل فيك مره اخرى. لما يرون من كرام الشهيد فيقول سبحانه وتعالى سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. أنهم إليها لا يرجعوا كرامة عظيمة جدا يا أخوان. هذه المعاني اللي كان يسمحها عمير بن الحمام التم لتلك التمارات وقال والله إنها لحياة طويلة لئن عشت أنا حتى آكل هذه التمارات. إخواننا الذين سينصرهم الله هذا وعد رباني أيها الأفاضل، الله عز وجل وفقهم لفهم مثل هذه المعاني. احنا الأمة اليوم لكن قد يقول قائل لكن كاين اسباب للنصر يا اخوان. نعم، شوف من اعظم اسباب النصر لما اليوم هزمت الامه عليها، لانه شوف ربي سبحانه دي سنه الله في الكون، كل امه جعل لها اسباب النصر. كاين امم من قديم زمان، كاين امم الله عز وجل جعل قوتهم في مالهم، عندهم المال. كاين امم جعل الله قوتهم في قوتهم، كما كان قوم العماليق وعاد وثمود ينحتون من الجبال بيوتا، ناس قد الجبل يبني يحفر الجبال من قوته، هذا كانت قوتهم، كانوا جبابره في الارض. كل امه جعل الله لها مقومات النصر والقوه. اليوم مثلا في العالم الحديث انا نعيشه دوك نشوفوا الغرب ولا مقومات القوه تاعهم فاش في التطور اللي داروه تكنولوجي وحاجه مليحه، كل واحد وين؟ كاين في الكثره تاعهم قوتهم، ها يأجوج ومأجوج أمة عظيمة فش قوتهم في كثرتهم. لكن أمة الإسلام لا، سنة الله جرت في الكون أن هذه الأمة قوتها في دينها، عزتها في دينها، ما إن تمسكت بهذا الدين أعطاها الله، ما إن تركته أذلها الله. سبب النصر اليوم هو أن ترجع الأمة إلى ربها. والدليل كلنا يقرأ وقرأ التاريخ والسيرة، كيف كان العرب قبل الإسلام؟ العرب لا شيء قبل الإسلام، كانوا يرعون الغنم ويتتبعون القبر. جاء الإسلام، دخلوا في الإسلام فملكوا نصف الكرة الأرضية في أقل من 100 سنة. البارح كانوا يرعون الأغنام. شوف لتفهم أن عزة الأمة هذه في إسلامها، في دينها، في التمسك بشرع ربها. سنة 92 للهجرة بين ملك نصف الكرة الأرضية من الصين إلى الأندلس قاعد تحت راية لا إله إلا الله، ناس كانوا البارح يرعون الأغنام ويعيشون في الخيام. من الذي قالوا أعظم تحول وقع في تاريخ البشرية، أعظم تحول وقع في تاريخ البشرية هو التحول الذي وقع في زمن النبوة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وشنو هو السبب؟ هو الإسلام يا إخوان، الإسلام ثم الإسلام. احنا اليوم أمة غيرت بدلت فأذلنا الله. شوفوا المعاصي، شوفوا الفتن، وسبحان الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش بين أظهرنا. شوف نقرأ لكم حديث، وكان ماشي حديث بالك تقول قالوه الآن. حديث رواه ابن ماجه رحمه الله في سننه، والطبراني والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما، قال للمهاجرين مش الأنصار، قال يا معشر المهاجرين خمس، يعني خمس حوائج، خمس إذا ابتليتم بهن
وأعوذ بالله أن تدركهم. خمسة إذا ربي ابتلاكم بهم، وأنا أسأل الله أن لا يبتليكم بهم. أسمع، قال خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركهم. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. قال شوف، إذا ظهرت في أمة الفاحشة والعياذ بالله، زيد فوق ذلك أعلنوا بها معاصي بعد عن الدين، النتيجة إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. اليوم ربي سلط على البشرية مرض يسمى بمرض الإيدز، لحد الآن ما صابوا له شيء علاج، وسببه والعياذ بالله الفاحشة. شوف قاعدة في الحياة، ما من عقوبة إلا من ورائه ذنب، ما من ابتلاء من ورائه ذنب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. اليوم الناس لازم تفهم الدين هذه المنطقة. أنا صارت لي حاجة عرف لي أنا كش ما درت، أنا كش ما درت، ربي سلط عليه. كان أحد السلف كان يقول كنت إذا أذنبت عرفت ذلك الذنب والخطأ في خلق زوجتي ودابتي. الزوجة تبدل عليا والدابة تاعي تبدل عليا. قال نعرف روحي بلي درت حاجة. سبحان الله، سنة الله. ما نزل ذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة ورجوع إلى الله. فقال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط. شوف الأمة اليوم، أبك بلي إحنا من رحمة الله، أبلك كل الذنوب والمعاصي اللي ظهرت في البشرية راهي عندنا اليوم. الله عز وجل أهلك قوم نوح، شكون يقول لي لماذا أهلك الله قوم نوح؟ علاه؟ بالشرك. أشراك ولا لا؟ كاين الشرك في الأمة اليوم ولا ما كاينش؟ كاين الشرك. أهلك قوم لوط بالفاحشة التي كانوا يفعلونها. كاين فاحشة في الأمة ولا ما كاينش؟ كاين. أهلك قوم مدين باش بالتطفيف في الكيل والميزان. كاين تطفيف الكيل والميزان ولا ما كاينش؟ شوف من رحمة ومع ذلك لم يهلكنا سبحانه. لا هما بدم واحد أهلكهم، محاهم التاريخ ربي سبحانه، محاهم قوم لوط محاهم التاريخ. رفعهم جبريل بطرف جناحه حتى إلى السماء، قلب بهم الأرض كما هما مسخوا الفطرة ربي عاقبهم من جنس فعلهم، مسخ بهم الأرض قلب بهم الأرض كما مسخوا الفطرة قلبهم، قلبوا الفطرة قلبهم. قال بعض السلف قالوا رفعهم جبريل بطرف جناحه إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلامهم وقلبهم. احنا كل هذه الذنوب والمعاصي منتشرة في الأمة ومع ذلك يرحمنا الله، يعذبنا أحيانا بأن يبتلينا فيما كان ثم ما كان، لكن أن يأخذ الأمة جمعاء بذنب، أمة مرحومة لأنها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من أعظم أسباب النصر والتمكين أيها الأفاضل هو التمسك بهذا الدين. واحدة، اثنين، وهذه مهمة كذلك، أننا نحمل هم ديننا. ما معنى أحمل هم الدين؟ والله للأسف احنا ننتسب إلى الإسلام صح، بصح خاوتنا دوك كل واحد يقعد مع روحه ويطرح هذا السؤال، ماذا قدمت أنا للإسلام؟ صح لا ما نكذبوش على روحنا، كل واحد فينا يطرح هذا السؤال عن نفسه، ماذا قدمت أنا للإسلام؟ هل وضعت بصمتك لحد الآن في الحياة؟ أبو بكر شوفه أسلم منا، أبو بكر شوف الفرق بين أسلم منا، خرج عاود ولا جمعه ستة من الصحابة المبشرين بالجنة، قاع أسلموا على يد أبي بكر، عنده نهار في الإسلام نهار، إحنا 70-80 سنة في الإسلام، عمرو ربي ما هدى عليه يد واحد. شوف الفرق بين إنسان يحمل هم الإسلام، احنا لا احنا همنا الدنيا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الطعام على قصعة الطعام. فقالوا يا رسول الله أو من قلة نحن نكون شوية احنا يا سمع؟ قال لا، يعني أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عمك شنو غثاء السيل؟ شل النهر ولا الواد كيطيحوا فيه الاوراق تاع الشجر في الخريف، ما بيكون بزاف الاوراق ما يطيحوش فيها هكذا. امه المليارين احنا زوج ملايين شغل ما كانش
على السبب عزتنا هو الإسلام تركنا انتسبنا فقط. لازم نفهموا فرق أني أنتسب إلى الإسلام وأني أعمل بتعاليم الإسلام، فرق كبير جدا. فقال له ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فشوفوا يقذف الله الوهن في قلوبكم وينزع المهابة من قلوب أعدائكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. احنا حب الدنيا خلانا لا نفكر في الإسلام، ممتاز. أضعف الإيمان، ما قلنا لهمش، احنا نهضروا مع الناس، قل له أخي، يقول لي واحد كيفاش نقدم؟ أضعف حاجة تخدم بها الإسلام ودليل على صدقك مع الواحد ديان أن تخرج للأمة أسرة مسلمة. ما طلبناكش تطلق صواريخ. أسرة مسلمة. احنا يجي يقول لك احنا نكذبوا على روحنا، احنا في بيوتنا ما قدرناش نتحكموا في بيوتنا يا اخو. نربي أبناءنا على الإسلام، بناتنا على الإسلام، نسائنا على الإسلام. راك تشوف اتخيل أنا نربي أسرة تعاليم الدين وهذا يربي، نخرج جيلا ربانية به ينصر الله الإسلام. هذا الجيل الذي كي هكذا طريقة تربى بها الصحابة. احنا في الدار ما يقدرش يا اخوان، في الدار في الدار يجي يقول لك غزه وكذا، ومن بعد تروح للدار بنته ما دارش حاجه، مرته تسمع الغينه وتبرجه في الشارع، وليده ما يصليش، ما يجيبوش الجامع، هو ما يجيبوش. عن اي نصر نتكلم؟ عن اي قوه نتكلم يا اخوان؟ تخيل والله انا شحال مره كنتكلم مثلا في هذه المواضيع، مثلا كيف نخدم الاسلام؟ اعظم خدمه نقدمها للاسلام هي أن نصلح أنفسها. أتخيل عبك يحدث تغير هائل في الأمة. نعطيكم مثال صغير جدا يعني باش تشوف، لو كان أنا أصلح وأنت تصلح ويصلح، نخرج أمة ربانية. شوفوا في الصلاة فقط يا أخي، شتونا كيفاش نستوي في الصلاة؟ بمجرد أن يقول الإمام استووا، استقيموا كامل، بالك 10 صفوف 15 صف كامل مستوي. اتخيلوا كان جيت انت تستفوا، انت تقعد وانت زيت شحال يدي منك من الوقت؟ شحال بالك 3 سوايع ما تستفوش. بصح هو غير يقول استووا استقيموا صافي، قد يقول قايع بك علاش؟ والله نعطيك السلام، علاش غير صفوف الصلاه تنتظم بالك في 30 ثانيه؟ 30 ثانيه مسجد فيه 5000 يتستف، لان كل واحد منا يبدا بنفسه، كل واحد يشوف بلاصته ما شتوش لا راني ملاح، كل واحد يبدا بروحه. كاش مره واحد ما سقمش روحو، هاي سقمو نتوما الدور تلحبط، ما كانش. نبدا بروحي. شفت عندما يبدا الانسان بنفسه يا اخوان يحدث تغير هائل في الامه. احنا دو مشكلتنا نرى للبعيد ولا نرى انفسنا. الخراب راهو فينا. من اسباب هزيمه الامه هو فساد الامه من الداخل. لهذا حصوننا مهددة من الداخل، وهذا أكبر خطر. ونروح البيوت نعرف. فلهذا أسباب النصر الرجوع إلى الكتاب والسنة، ألا وهو الدين، أن نحمل هم هذا الدين. كيف نحمل هم الدين؟ أننا نغير أنفسنا وأقرب ناس إلينا. ما كنت غيرنا الحمد لله كونت أسرة مسلمة، نولي نقدر نغير بعيد. الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهذا من أعجب ما يذكر عنه رحمه الله، عبك في فترة الاستعمار الفرنسي هو كان يدرس بالجامع الأخضر بقسنطينة، والشيخ عبد الحميد بن باديس كان في فترة صعبة 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 جدا، فرنسا منا والطرق بعض الطرق التي كانت تتصوف خرافات عجيبة جدا. هذوك اليابان تاع هاك سنة الحمار عطيني سنة الغزال، فرنسا راهي مخربة الدنيا في الجزائر، وما هذيك فهم كيف، غير الخرافات الجفنات الزرادي هذا ما كان. الأمة تحتاج إلى جهاد ذاك الوقت، وأنت عندك روح وجاهد، جهاد لازم تكون رجال، رجال تاع جهاد. الشيخ عبد الحميد بن باديس وأعضاء الجمعية تفطنوا لهذا الأمر. فماذا كان يفعل هو الشيخ مبارك الميلي، الشيخ باشي الإبراهيمي، الطيب العقبي، العربي تبسي، كلهم علي مغربي رحمه الله، كلهم في الشرق وفي الغرب يعلمون الناس التوحيد والدين الصحيح، الدين الصحيح الكتاب والسنه بفهم سلف هذه الامه. فاخرجوا لنا جيلا، اول من فجر التوراه تلاميذ الجمعيه،
لازم نعرفوا التاريخ تشوفوا هنا. أول من فجر الثورة التحريرية هم تلاميذ جمعية علماء المسلمين اللي رباهم الشيخ عبد الحميد بن باديس، هو مات رحمه الله قبل الثورة. علاش؟ كون الوعي، الأمة تحتاج إلى وعي. كيفاش كان يكون؟ يذكر في آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يعلم الطلبة تاعو التوحيد، التوحيد ينادي إلى الجهاد. ناداه المندوب الفرنسي مرة، استدعاه إلى كما نقولوا احنا مركز الشرطة، قال له يا ابن باديس إما أن تكف عن تلقين طلابك هذه الأفكار المنكرة، يعني أن فرنسا عدو ولا بد أن نقاتل فرنسا وهذا جهاد في سبيل الله، هذه الأفكار اللي كان يغرسها ابن باديس في طلبة الجمعية، لأنه كانت بعض الطرق الصوفية كانوا يقولوا لهم فرنسا خلوها، كانوا يعطيهم دراهم، أروح يقرأ التاريخ يعرف، يعني ماشي كامل لكن وش كانوا يقولوا للناس؟ كانوا يقولوا فرنسا دخلت بقضاء الله وقداره وتخرج بقضاء الله وقداره، خلوها. هكذا كان يقول شيخ عبد الحميد بن باديس. لا، شو كنت تدي الدين من منبعه الصافي الكتاب والسنه. فكان يقول، هو اللي كان يقول اني احمل عداوه فرنسا الى قبري، قال في قبري قاعد عدو لها. المهم فقال له هذاك المندوب الفرنسي، قال يا ابن باديس اما ان تكف عن تعليم طلابك هذه الافكار المنكره والا اغلقت مسجدك الاخضر، نغلق لك الجامع. بصح ابن باديس رجل كان يحمل هم الدعوه. واش قال له في عزه المؤمن؟ قال له انك لن تستطيع، ما تقدرش. فغضب هذاك المؤمن، قال كيف لا استطيع؟ قال له ابن باديس رحمه الله، لانني رجل احمل هم الدعوه الى الله وهم امتي. امر رجال. قال له اذا كنت في حفل علمت المحتفلين، وإذا كنت في عرس علمت الحاضرين، وإذا ركبت قطارا علمت المسافرين، وإذا ركبت سيارة علمت الراكبين، وإذا دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني ألهبتم مشاعر المسلمين، فويل لكم ثم ويل لكم ثم ويل لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها، فوالله ما نقاتلكم إلا بهذا الدين، ووالله ما نقاتلكم إلا من أجل هذا الدين. اشتريجا علو في الحياة والممات بحق أنت إحدى المكرمات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة. الصدق الانتماء للأمة هذه يتجسد في هذه المواقف. ابن باديس كان يحمل هم أمته، وسبحان الله ربي أكرمه وإن كان ومات وما شافش دين على التوراة، أن الذي فجر التوراة هم تلاميذته. وقرأوا تاريخ الجزائر للشيخ سعد الله رحمه الله تعالى، تدرك القاسم سعد الله، تدرك أنه كان عنده توجه ديني، ماشي كما اللي كتبوه العلمانيين. هذوك المنافقون يكرهون الدين والوطن، كان لا أحب الوطن. اسمع صراحة يعني حقيقة هذه الأمور تدوها مع عند ناس فيهم دين. هذه هي مقومات النصر للأمة يا إخوان، أنني أتمسك بالدين وحده وأحمل همه. رسول الله عليه الصلاة والسلام نصره الله ولا ما نصرش؟ نصره، مع أنه هزموا في أحد وقتل 70 من الصحابة وقائد الميدان رسول الله عليه الصلاة والسلام. على لما غير بعض الرماة خالفوا الأوامر عاقبهم الله، فكيف احنا؟ القائد عبرك احنا ساعات لازم تفكر، عبرك غزوة أحد الانتصار في بداية المعركة كان المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع 50 راميا من الرومات في جبل الرومات، قال لهم لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتم الطيرة تتخطفونها. وكان تشوفوا الطيور تدينا ما تزغدوش. لم يتحركوا هذوك 50 حتى ظهر لهم أنهم انتصروا، وماشي كامل تحركوا، فهذوك 50 20 برك اللي حبطوا يدوا الغنائم ماشي كامل. فجاءهم خالد بن الوليد كان لا يزال مشركا من وراء قصة معروفة في أحد، فانهزم وقتل 70 من الصحابة وقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه بسبب مخالفة جماعة صغيرة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هزم المسلمون وقائد المعركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيفاش احنا اليوم؟ ماشي 20 خالفوا الأمر، زوج ملاير خالفوا الأمر، أمر الله وأمر رسول الله، ومن رحمته مع ذلك يبتلينا ويرفع البلاء. إذا لهذه دروس وعبر، أن الأحداث دائما نربطها بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا أيها الأفاضل،
النبي عليه الصلاة والسلام شكش كان يحملها من الأمة حتى كاد يموت قريب مات النبي صلى الله عليه وسلم. على جل الأمة تاو قال احنا الله يصحنا قال هذا وهم. حتى الله عز وجل ماذا قال له؟ قال فلعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين. باخع نفسك يعني مهلك نفسك. ربي سبحانه قال يا محمد تكاد تقتل نفسك من أجلهم، خلاص تدعيتهم يا أخي، لأنه كان يحمل هم الأمة. مرة عائشة والحديث صحيح الله قالت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يعني أشد الأيام اللي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام أحد. كسرت رباعيته، الرباعيات سنة الربع زوج الفوق زوج تحت، كسرهم له عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه فتحوه له كاد يقتل. قالت له كاين نهار أشد عليك من يوم أحد؟ ما مر عليك؟ فقال نعم يا ابنة الصديق كاين نهار أكثر منه. شوف هم الدعوة، سببه هم الدعوة. وقتها ذاك النهار قال يوم عرضت نفسي على ابن عبدي يليل. نهار خرج من مكة راح الطائف باش يعرض عليهم الإسلام، لما كذبوه قريش كان مازال ما هاجرش المدينة، قال لك بالك نروح للطائف لأنها أكبر مدن عربية بعد مكة هي الطائف، وساداتها يسمون ببني ثقيف. المهم راح يعرض عليهم الإسلام بالك هما يحتضنوه. شكون يقولنا شحال كاين بين مكة والطائف؟ هم كاتبين شحال؟ تسعين. ساعدنا شوية سبعين كاين سبعين. سبعين كيلو على مشي على الأقدام خرجوا. في رواية خرج مع زيد، وفي رواية خرج وحده. المهم يمشي على قدميه عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى بني عبد يليل عرضه ضربوه وأخرجوا له صبيانهم ومجانينهم فضربوه وأدموه قاعد دم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من عندهم مهموما عليه الصلاة والسلام. قريش كذابات، تقف كذابوه وضربوه قعلج نشر الإسلام. احنا أبسط شيء ما نخرج باش يضربوني، لا بنتي في الدار، بنتي وليدي نكبروا على تعاليم الدين، نحفظ القرآن من الصغر، نسطرها من الصغر، وربي هكذا نخدم دين الله. فلما خرج قال لها هذاك هو أشد يوم. قال فخرجت مهموما يا عائشة، خرج مهموم كي ضربوها والدم يسير. قال أمشي فلم أفق، ما فاقش من كثرة الهم، حتى وجدت نفسي بقرن المنال أو الثعالب، قرن الثعالب ما كان بين وسط بين طائف ومكة. قال وإذ بجبريل يناديني من السماء، جبريل. قال بمنادي يناديني من السماء. قال فرفعت رأسي فإذا هو جبريل. فقال لي يا محمد عليه الصلاة والسلام قد سمع الله قول قومك لك، مش قالوا لك، وإن الله قد بعث معي ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. أخشبين جبالان كبيرة بين طائف ومكة، قال طبق عليهم الجبل واحد ما يقعد فيها. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال لا يا جبريل، أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وصح لي قرأ تاريخ الإسلام والفتوحات، سادات وقادات الفاتحين كلهم من بني ثاقف، سادات المسلمين يخرجوا من الطائف. أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، بل سيدهم سيد بني ثاقف. شكون هو؟ نقربه لكم تفهمه. هو الذي حاور النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وقال لهم لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى والنجاشي، لم أرى ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام. اللي قال ما قوله هو سيدهم عروة بن مسعود الثقفي من بني ثقفي، كان مشركا وصار من سادة الصحابة بعد ذلك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ثمرت، شاهد إنسان يحمل هم الدعوة إلى الله.
نخرج جيل يحملهم الدعوة، والله سينصرنا الله كما نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. حذو القدام القدام. إذن من أسباب النصر والتمكين إقامة الشرع، حمل هم هذه الدعوة وهذا الدين إلى الله عز وجل. ثالثا الثقة في موعود الله، ربي سبحانه وعد هذه الأمة أنها أمة منصورة، وإحنا هذا هو المشكل فينا. كاين واحد العبادة، هذه جرنا إلى الكلام عن هذه العبادة، عبادة واسمها الثقة في الله. عباكم باللي حنايا للأسف نحن لا نثق في الله يا أخوان. صح نعبد الله نجي نصلي، قد يقول قائل ما معنى الثقة في الله؟ هو حسن الظن بالله. نعطيك مثال بسيط صغير، وإن كان كلمة بسيط خطأ في اللغة العربية، تكون فائدة. حنا حاجة هكذا يقول لك شيء بسيط، واش حبي يقول شيء بسيط؟ صغير لكن خطأ، يقال شيء يسير أو شيء حاقر، لأنه كلمة بسيط في اللغة يعني الواسع. حنا ضيقناها، والدليل واش قال ربي سبحانه على الرزق؟ يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع ويقدر. الشيخ مازال آدم وقت الأذان، الشيخ وقت إن شاء الله بعد الأذان نقول فقراء عندوش آمل. إذن أيها الأفاضل، شوف إذا ما خرجناش المحاضرة كاملة، لكي ينصر الله هذه الأمة بثلاث أشياء ذكرنا اثنين زيدوا ثالث: التمسك بديننا بالكتاب والسنة، بإصلاح أنفسنا،
اثنين أن نحمل هم هذا الدين يا إخوان. أباك بلي ربي به اللي رفعنا. إحنا لولا الإسلام لا شيء يا إخوان. أعطيك مثل صغير جدا تفهم كله. تخيل لولا الإسلام أنا ولا أنت الآن بعضنا بلك ويعبد الباقر. كاين ناس تعبد الباقر، كاين يعبد الحجر، كاين يعبد الشجر، كاين يعبد الفئران طوبات. نشوفوا لا لا لا، كاين يعبد السكين، يعبد العباد. نحن نعبد رب العباد سبحانه وتعالى. شرف عظيم، مما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت لي أحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. شرف عظيم لنا يا أخوان أننا عبيد لله. أنا كدي قبي الدنيا كامل وشدة نقول يا ربي الله، عندنا الله، عندنا كلش حنا يا أخوان. من عنده الله ماذا فقد؟ أمة عظيمة، أمة الإسلام. اليوم الناس تستحي بدينها ولا تتمسك بشرع ربها. إذن أمران، والأمر الثاني والأمر الثالث أيها الأفاضل من أسباب انتصار الأمة حتى أنت في حياتك، حياتك خيرها لك ربي، حسن الظن بالله، الثقة في الله، الثقة بموعود الله. يا إخوان ربنا حق سبحانه، ديننا حق، نبينا حق، كل هذه الأمور حق. النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصره الله؟ بهذه الاعتقاد. هل تعلمون بلي كل ليلة، كل ليلة النبي عليه الصلاة والسلام في كل قيام ليل كان يدعو هذا الدعاء، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للإمام البخاري. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا سليمان بن أبي سليم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يقول، واسمع ويدعي، يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق. شوف الكلام، أنت الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. وبعد وش يقول؟ اللهم بك أسلمت، ولك آمنت، وإليك حاكمت، وبك خاصمت، وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كل ليلة يقول هذا الدعاء، أنت الحق وقولك ربنا حق، نثق في الله يا إخوان. نعطيك مثال بلي إحنا هذه عقيدة، هذه عقيدة، عقيدة أنه عندي ربي سبحانه في حياتي. هذا السؤال عندنا سؤالين طرحناه اليوم، ماذا قدمت أنا لدين الله؟ والسؤال الثاني أين الله في حياتنا؟ للأسف نعطيكم دوك مثال. راك تمشي بسيارة، حبسك شرطي ولا ضركين حالك رخص السياقة فارمي صح كاع نديرها. حاجة الأولى واش دير؟ كش معرفة تعرفنا كاش واحد داك الوقت يرفع يديه لله. معليش معليش معرفة ما كاش مشكل، شوف بصح تجي مرحلة ثانية ثالثة وربي هو الأول. حنا لا كذا شوف نشوفوا مع ربي ولا لا لا تقول ليش برك غير ينحولك تسجد ما كاش منها. حنا حاجة الأولى، أول حاجة يصرى لك مثلا ابتلاء في البيت، مرض لك واحد كاش ما تعرف معرفة في السبيطار، معليش نشوف معرفة ما كاش مشكل. بصح هل سألت الله عز وجل؟ لجأت إليه، طلبت منه الشفاء كذا، وبعد نشوفوا معرفة. الله راه عندك الحق، نديرها لا ما شحال واحد يدير، نقول له ربي سبحانه، نقول الله عندك الحق. شفت؟ لا نثق في الله. علاش السؤال يطرح نفسه؟ أين الله في حياتنا؟ وهو حق، وقوله حق، ولقاؤه حق، ووعده حق سبحانه وتعالى. هذه اسمه العلماء حسن الظن بالله. والله تعالى والذي قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. عبدك شحال يقول الحديث؟ يعني إلا ظنيت بربي ينصرك ينصرك، ظننت أنه يعطيك سيعطيك، ولا ظننت بالك تقع في بالك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة واش يقول لهم؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، خلاص شكون عطاه لك؟ لأنه هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا وعد ماشي من فلان ولا علان، من ربنا الواحد الديان. يعطيك برك تخت سباب. أصلح ما بينك وبين الله، الثقة في الله.
هذا يسميه العلماء الثقة في الله، حسن الظن بالله. امرأة غيرت التاريخ بسبب حسن ظنها بالله، شكون؟ أم إسماعيل يا إخوان، هاجر عليه السلام زوجة إبراهيم، لما أمره الله أن يأخذها مع رضيعها، رضيعها إسماعيل كان يرضع، من العراق إلى مكة. مكة كانت أرض قاحلة، ولو ما فيها ولو أرض ليقعد يموت، ربي سبحانه أمره أن يضعها هناك ويرجع. فلما وضعها وهم بالرجوع تبعته، ما قالهاش هو، ما قالهاش كل أمره، تبعته مع ولدها ورضيع إسماعيل عليه السلام، وتقول له، ويمكن لك تتخيل أخي الكريم، فلدتك بيدك. يقال أن إبراهيم فاق 80 سنة باش رزق ربي بإسماعيل، خاطش كان زوجته الأولى سارة كانت لا تلد حتى تزوج بهاجر، تخايل بعد 80 سنة عندك ربي ولد. الأيام الأولى تاعو يأمرك الله أن تضعه في مكان، في أرض قاحلة، قفر لا حياة فيها، وتولي وتخليها، لكن من الله يمتاز. لما وضعها وهم بالرجوع، تخيل كل واحد يدير في نفسه هذيك المرة، وهي تقول له يا إبراهيم إلى من تتركونا؟ ترك معاهم سيقاء قربة كما يقولوا، سيقاء من ماء وعرجون تاع تمر، هذا وش خلالها؟ وهي تقول له يا إبراهيم إلى من تتركونا؟ هو يمشي وما يهدرش معها، ما يلتفتلهاش. قالتها له المرة الأولى، قالت له المرة الثانية يا إبراهيم إلى من تتركونا؟ شوف نصر الله. ثالثة قالت له يا إبراهيم إلى من تتركونا؟ ما جاوبهاش. في الرابعة واش قالت له؟ قالت له يا إبراهيم الله أمرك، ربي هو اللي قال لك. فأشار برأسه أي نعم. قالت له كلمة غيرت مجرى التاريخ، حسن الظن بالله. قالت له يا إبراهيم إذا لن يضيعنا الله. يا إبراهيم إذا لن يضيعنا الله، يعني حبيت روح رحلة. عباك باللي ربي يغير مجرى التاريخ بهذه الكلمه. غير خلص لها التمر هذاك والماء، جاءها جبريل فضرب بجناح الارض فانفجر ماء زمزم، ماء معينا الى قيام ساعه، ببارك بسبب كلمه لن يضيعنا الله. كبر ولدها صار نبيا، وزوجها نبي، واكرم الله ولدها هذاك بهذه الكلمه، انه كان هو الذي بنى بيت الله الحرام مع أبيه إبراهيم بسبب لن يضيعنا الله. وزيد شو كي تكون عندك زوجة تربت على كتاب الله، هذه المرأة الصالحة، المرأة الصالحة وحدها أمة الله، قد ما تربي أولادك أنت ماشي كما يمنع، كل وراء كل عظيم أم عظيمة، ماشي كما يقولون وراء كل عظيم امرأة، خطأ، وراء كل عظيم أم عظيمة، والأم العظيمة بالدين يا أخي. إذا لن يضيعنا الله، إنه حسن الظن بالله أسباب النصر. أمة قطعت الحبال بينها وبين ربها، نوح عليه السلام بسبب حسن ظنه بالله، عقيدة بسبب حسن ظنه بالله، رب سبحانه وش دلو أغرق البشرية كلها من أجل نوح. ما تقدرش تخيل بسبب دعاء واحد وش قال؟ قال ربي إني مغلوب فانتصر. البشرية كلها أغرقها الله إلا من آمن مع نوح، وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل، قيل 80 رجل فقط. البشرية كلها أغرقها بسبب حسن ظنه بالله. موسى عليه السلام مع أكبر طاغية في الوجود فرعون، لما هرب موسى مع بني إسرائيل تبعه فرعون بجنوده، قيل كان قوام جنود فرعون ذاك الوقت 600 ألف هذاك الوقت. خلاص ماذا قالوا بنو إسرائيل لموسى؟ قالوا إنا لمدركون، خلاص أدركنا فرعون، البحر من أمامنا و600 ألف من ورائنا، وين رايح؟ خلاص كان حنا الموت. شوف حسن ظن بالله وش قال له؟ كلا إن معي ربي سيهدي. بصح كان حنا بصح يا فرعون يا موسى عليه السلام، البحر هنا وفرعون ها ولا تقول لي معي يا ربي؟ حسن الظن بالله، صدق الوعد مع الله. كلا، قال لهم هذه الكلمة فغيرت مجرى التاريخ بسببها، أغرق الله أعظم رجل طغى في على وجه الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه بسبب قول موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله له ذلك الوقت
أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نجى موسى نجى بنو إسرائيل وأغرق الله فرعون وهم ينظرون بسبب حسن ظنه بالله. وهذا من نبينا عليه الصلاة والسلام. ونختم به لأنه هو قدوتنا في طريق الهجرة يا إخوان. في طريق الهجرة بين مكة والمدينة عبك طريق الهجرة لازم لها محاضرات والله. طريق بر قبل الهجرة من مكة المدينة. شوف ضرب أبو بكر رضي الله عنه أروع أنواع الصدق والحب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفهم رجل يحمل هم الدعوة، رجل يحب الدين، ورجل يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر من المشاهد التي وقعت في طريق الهجرة قال فتعب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتينا إلى ظل شجرة، صار شجرة قال فاستلقى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فغلبته عينها قد في الظل تحت. قال وذهبت أنا ألتمس له لبانا، يحوس حاجة يوكلوا بها، فوجد راعيا فسأله أن يسقيه لبانا، اللبن والحليب، فسقاه قدحا من لبن عطاله. عبك قد ما قريت قد ما حوزت عمري ما شفت واحد أعبر عن الحب الحقيقي والحب في الله مثل الكلمة اللي حنقولها لكم اللي قالها أبو بكر. ضرب أروع الأمثال في الحب في الله والصدق مع الله. شوف قد عبك لأن الناس يا أخي هذه فائدة. الناس صنفان، كاين صنف هذا صنفان اللي يحبك، كاين صنف يسأل عنك يسأل عنك وبارك الله فيه، وهذا النص هذا الصنف قد يكون كثيرا. لكن كاين صنف أرقى منه قليل. هذا الصنف الصنف الأول صنف يسأل عنك، والصنف الثاني صنف يتألم لألمك. فرق كبير. ما نقدر نسقسي عليك تحكي لي أكثر من يتوجع كي توجع أنت يتوجع معك. هذا أرقى أنواع الحب في الله. أبو بكر كان هذا الصنف. لما ملئ القدح لبنا قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطي أبو بكر كان جيعان جيعان هذا، فأعطيت القدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يشرب ويشرب ويشرب. قال أبو بكر حتى ارتويت حتى شبعت أنا، هو يشرب وأنا شبعت. قال يشرب ويشرب ويشرب حتى ارتويت. في رواية في رواية البخاري حتى رضيت. أرقى أنواع الحب. قلت لك دروس طريق الهجرة ما ديرها في 10 15 درس عادي. دورة دورة تقول لي جبال واحد ديرها ان شاء الله ربي يوفقك. ف قلت لك في طالب باش تشوف حسن ظن بالله. فلما اتوا الغار وصلت قريش الى الغار فقال ابو بكر، ابو بكر خايف على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول شارب حتى ارتويت وحري خاف على راه. فقال يا رسول الله والله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لرآنا. كل واحد دوك يحبط راسو يشوفنا بك موقف خلاص يموتوا يقتلوهم باين. شوف حسن الظن بالله يا اخوان سبب النصر. فقال يا ابا بكر يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما معنا الله يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ونزل قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. إنه حسن ظن بالله، إنه الثقة في الله من أعظم أسباب نصر هذه الأمة. فنسأل الله الحليم الكريم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إن أحسننا فزد في إحساننا، وإن أسأنا فتجاوز عن سيئاتنا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا. اللهم إنهم جائعون فأطعمهم، وإنهم خائفون فأمنهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم احصيهم عددا
واقتلهم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يتم أبناءهم ورمم نساءهم واقتل رجالهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي راية التوحيد والسنة والدين، وعليك بأعدائك أعداء هذا الدين. أيها الأفاضل، هذا ما تم إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. تم الكلام، وربنا محمود له المكارم والعلى والجود، وعلى نبينا محمد صلواته ما لاح قمري وأورق عود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. بارك الله فيكم، صبرتم معنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.